اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهميه الاستفاده المثلى من الاصول المملوكه للدوله بما يواكب التطورات العالميه الحديثه في مجالات الصناعه والتسويق والاداره وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. وفي اجتماع آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود الجاريه لتعميق التصنيع والإنتاج الغذائي في ضوء الأهمية البالغة لهذا القطاع الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، لا سيما في ظل المتغيرات والأزمات المتلاحقة عالميًا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء محمد امين مستشار رئيس الجمهوريه للشؤون الماليه. المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان الاجتماع شهد متابعه الخطط الجاري تنفيذها لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجيه في مصر بما يتضمن مختلف مراحل الانتاج. بدايه من زراعه وتجاره القطن وصولا الى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج بالاضافه الى متابعه التنسيق بين وزارتي الاسكان وقطاع الاعمال بشان سبل الاستغلال الامثل للاراضي التابعه لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهوريه تحقيقا للصالح العام واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس اكد خلال الاجتماع على اهميه الاستفاده المثلى من الاصول المملوكه للدوله بما يواكب التطورات العالمية الحديثة في مجالات الصناعة والتسويق والإدارة، وذلك بالتكامل مع القطاع الخاص في سياق يعتمد على أعلى درجات الحوكمة والإدارة الاقتصادية الرشيدة، بهدف تعظيم قيمة الموارد الوطنية والإسهام الإيجابي في جهود دفع التنمية الشاملة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، والفريق احمد الشاذلي رئيس هيئه الشؤون الماليه للقوات المسلحه، واللواء اركان حرب وليد ابو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، واللواء اركان حرب تيمور موسى رئيس مجلس اداره شركه سايلو فودز، المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي صرح بان أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة، فضلاً عن متابعة سير العمل بالمدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات في محافظة المنوفية بعد افتتاح مرحلتها الثانية فبراير الماضي، وفي ضوء كونها أحد أهم المشروعات الغذائية والصناعية على مستوى الدولة، وتضم العديد من المصانع الإنتاجية التكاملية التي تتم إدارتها بمنظومات تقنية رفيعة المستوى، كما ما تشتمل على مساحه واسعه للتخزين وصوامع الحبوب. واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصله الجهود الجاريه لتعميق التصنيع والانتاج الغذائي في مصر في ضوء الاهميه البالغه لهذا القطاع الحيوي في تحقيق الامن الغذائي للشعب المصري، لا في ظل المتغيرات والازمات المتلاحقه في هذا المجال على مستوى العالم، والتي تبذل الدوله اقصى جهودها لتجنيب المواطنين انعكاساتها السلبيه.